خش الصبح. قول علي يا ابو وحيد، ليش خير؟ شوفي لك فهمت فهمت، يعني ما بتقدر تقلي هلا؟ طب قلي شوفي، والله شغلت اللي بالي يا رجل. جاي جاي. طيب ماشي. لا شو بدي اتاخر لك، جاي جاي، مسافه الطريق كون عندك. يا الله، مع السلامه. مين هذا ابو لبن؟ شوفي ابو وحيد، ما بعرف شو بده مني. وش الصبح لسه الساعه 6 الصبح، ليش مستعجل كل هالقد؟ يعني ما فهمت شو بده؟ ما لمح لك عن السبب؟ قال ما بيقدر يقول لي شيء على التليفون. هذا اكيد في صفقه مهمه، والا ما كان زعجك وفيقك من النوم قبل الشحاده وبنتك؟ والله ماني عارفه شو بدي لك يا ام لما، صدقيني قلبي ماله مطمن لهالتليفون. انت اتكل على الله ولا تتشائم، وان شاء الله ما بيصير الك الخير. ان شاء الله. ما بدك تغسل وشك قبل ما تروح؟ هلا وقت غسيل وش انت الثاني. طيب روح بسرعه وخبرني شو بيصير معك، لا تخليني بخبر كان. تعرفي انت رجعي نامي ولكن لك فكري، بس ادعي لي الله يجيب العوائب سليمه. شلون؟ هي ماشي ماشي. طيب مع السلامه. شو هالمصيبة هي؟ فعلا هالقصة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. ايه وبعدين؟ يعني شو بدنا نسوي بحالنا؟ كيف لازم نتصرف؟ والله ما بعرف يا ابو ماجد، خايف يكون سبقنا الوقت وما عاد يطلع بايدنا شيء. فعلا الله يجيرنا من ساعة الغفلة، وبيني وبينكم كان لازم نحسب حسابنا لهيك يوم اسود، بس هلا سبق السيف والعزل. الله يستر. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا ابو لبن. خير؟ شوفي ليش استدعيتوني بهالسرعة؟ يا جماعة احكوا شو صايركم؟ شوفي شو صاير؟ والله شغلتولي بالي. عود ابو لما عود. ايه؟ ليش انتم كركبين وجوهكم ما بتتفسر؟ احكوا لشو؟ امبارح شكلوا لجنة من أين لك هذا؟ ايه وإذا يعني؟ شو هي أول مرة بيشكلوا فيها لجنة؟ صحيح هي مو أول مرة، بس هالمرة مختلفة عن كل المرات اللي قبلها. شلون يعني؟ تعرف مين حطوا رئيس لجنة؟ لا والله مين يعني؟ حطوا أبو غضب رئيس لجنة. شو هالحكي ها؟ أبو غضب بذاته؟ إيه سيدي، أبو غضب بشحمه ولحمه. معناتها أنا خرب بيتي وبيت اللي خلفوني كمان. ونحن كمان رح يلحقنا البل وناكل هوا بالمعلقة. العم على هالحظ. ولك شو جاب أبو غضب على بالهم لحتى يعينوه رئيس لجنة؟ شو بيعرفني؟ عفوا يا جماعة، أنا بسمع بأبو غضب بأنه مسؤول مهم، بس يا ترى شو طباعه؟ اولا لا بينحلب ولا بينجلب ولا بيبلع، ووشه على طول ما بيتفسر، ما بيضحك للرغيف السخن. ولما كان مدير عام كانت الاداره ماشيه بالعصايه، وما كان حدا يقدر يفتح تمه معه ولا يخالفه بكلمه واحده. بس على هو ما بعرف يا جماعه، ابو غضب متقاعد من زمان، بقى شو اللي خلاهم ينقوه هو بالذات رئيس اللجنه؟ لك طبعا بدهم يعينوا واحد مثله، لانه هذا ما حدا بيقدر يمون عليه. وسمعت انه عاطينه صلاحيات اكثر من صلاحيات الوزير. العم على هالمصيبه. هي مو مصيبه، هي كارثه. لك هي بلوه وابتلينا فيها. بصراحه يا جماعه انا قلبي نائزني وحاسس انه هالقصه ما راح تعدي على خير ابدا. هدول كل الملفات اللي درستوها؟ نعم سيدي، هدول هن كلهم. محرزين والله. طبعا محرزين سيدي، صار لنا زمان عم نجمعهم. ويا ترى استعنتوا بفرع المعلومات؟ نعم سيدي استعنا. والجماعة كانوا كتير ظراف، ما بخلوا علينا ولا بمعلومة واحدة. وهدول كل الملفات ولا لسه في غيرهم؟ يعني بدك تقول هدول النخبة سيدي. ماشي الحال. والله لو رجعون نجوم الظهر والله حتى يعرفوا مين هذا أبو الغضب. طنت إدني يا جماعة، أكيد هلا بيكونوا جايبين سيرتي، ما في مجال. وليش سيرتك أنت مو سيرتي أنا مثلا؟ اكلنا بالهوا سوايا. طبعا هذا ما عنده درنا مشطة، بقى الله يسترنا ولا يفضحنا بجاه محمد سيد الأنبياء. انتو فكرتولي بمين بدنا نبلش التحقيق بالأول؟ سيدي أنا لقيت طريقة، بس ما بعرف إذا كانت تعجبكم ولا لا. شو هي؟ شرفوا سيدي. شو ها؟ ورق لعب
شدة شدة؟ نعم سيدي، وصور المطلوبين كلهم على ورق الشدة. ومنين اجتكم هالفكرة؟ سيدي لأنه طلع عدد المطلوبين 52 واحد. القهوة سيدي. يسلم هالإيدين يا أبو عصام. إن شاء الله ألف صحة وأنا يا سيدي. طاع. هاد هو اللي راح نستفتح فيه. أعطوني ملف لشوف. قنيت إدني مرة تانية يا شباب، وأنا لما بيضلوا أداني أكيد راح تلحقني مصيبة. لك حاجتك خرافات بقى يا والله، أما تقلنا علبنا شباك. شرف سيدي، هذا ملف. مو هذا اللي شفت ملفه قبل شوي؟ بالضبط هذا هو سيدي. بالظاهر حظه مسخم سيدي. باين هالإنسان ماله قليل منوب. يا سلام، ايش هو الحداقة؟ شو هالفهم؟ الله لا يوفقك، منين جايب كل المصاري؟ عملوا لي محضر جلسة. حاضر سيدي. سجل عندك بيان رقم واحد، اشطبوها اشطبوها، اكتب قرار رقم واحد. اهلين ابو عصام، سمعونا يا شباب، سمعونا اذا بتريدوا ابو عصام على الخط. ايه ابو عصام، ايه شو هالحكي؟ معقول؟ ايه وانا شو وضعي؟ شفتهم بعينك؟ ايه طيب طيب، وينك؟ الله يرضى عليك، طمني الاخبار اول باول. على راسي. ابو عصام ابو عصام، اذا بتقدر كمان احفظ لي الاسماء. ايه ماشي الحال، مع السلامه ابو عصام. طمنا ابو حي، طمنا، شو قلك ابو عصام؟ حاطين الصور على ورق الشده. اني شده؟ أني شدة يعني شدة ما غيره. تضرب على هالموضة ما أغلظها يا جماعة، والله قلبي مو مطمئن. دخلك ما قال لك أبو عصام إذا كانت صورنا موجودة بالشدة ولا لا؟ لسه ما بيعرف لأنه ما قدر يشوف شيء، بس رح يخبرني إذا صار عنده معلومات جديدة. الله يمرق الغيمة بخير وسلام يا رب. آمين يا رب. هذا موبايلي موبايلي. أهلين أبو محجوب. أهلين. شو؟ إيه شو في؟ خير؟ ايه طيب، وان شاء الله اعطيتهم الرقم. الله لا يعطيك عافيه. ما قلت لكم يا جماعه، ما قلت لكم لما بطن ادنيه بيصير معي مصيبه؟ هي اتصلوا ابو محجوب اعطاه الرقم موبايل. يا جماعه انا خرب بيتي. شو بتعمل؟ شو الرقم؟ ها بس ما يكونوا هني. مين قصدك؟ مين يعني؟ مين يعني البلد الأعظم؟ مين بده يكون؟ مو لهالدرجة انت التاني. شبك مرعوب، رد على الموبايل. لك شبك معقول هذا الكلام؟ بركي واحد عنده معلومات جديدة. رد رد ولا تخاف، لسه معلق الخط. الو، انت ابو لما؟ اي نعم. مين معي بالله؟ انا ابو الغضب. احترامي سيدي. تعال لعنا بكيفك حالا. لوين سيدي؟ لا تجدبه، انت بتعرف وين بداوم انا. بعد خمس دقائق بتكون مزروع عندي هون، مفهوم؟ حاضر سيدي مفهوم. هاي طلبوني الجماعة، بالظاهر بدهم يستفتحوا فيه. سيدي ابو لما موجود برا، خليه يدخل. حاضر سيدي.
احترامي سيدي. اهلا وسهلا، شرفت. انا من زمان حابب اتعرف على هالوش الحلو. شكرا سيدي. انت من 4 سنين كنت تشتغل شوفير تاكسي؟ نعم سيدي. ابوك كان يشتغل بسكليتاتي وتوفى من 10 سنين وعليه دين 2050 ليرة. وفيتهم سيدي وفيتهم. اتجوزت من 8 سنين من بنت السمان ابو رياح يلي فاتح باب سريجه. نعم سيدي صح. برات البلد ما طلعت؟ لا 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 ابدا ما طلعت. ما طلعت يعني مالك لا خال ولا عم لا بالبرازيل ولا بالارجنتين ولا بفنزويلا؟ لا سيدي مالي حدا. يعني مالك ورتان ورته محرزه؟ لا مالي ورتان شيء. عندك هلا 3 شركات ومعملين وسلسلة محلات ومطاعم. مزبوط سيدي. ثروتك تقدر ب$100 مليون تقريبا سيدي. قرب لعندي لشوف. قرب كمان. حط عينك بعيني. بدي ورجيك نجوم الظهر إذا ما بتشرح لي من وين جبت كل قرش بثروتك، مفهوم؟ حاضر سيدي مفهوم. يا أبو عصام. بعت لي الشباب. سيدي أنا بس لو تسمح. خراس تضرب بها الراس. نزلوا لتحت وعطوا ورقة وقلم. بدك تكتب لي تقرير كامل عن ثروتك من أول قرش دخل لجيبتك لل$100 مليون اللي صاروا معك. خدوه. أنا يا سيدي بس لو تسمح لي بس لحتى حطك بالسرعة يأذني هذا المصاري اللي معي. عفوا سيدي يعني ليش حقت معه؟ أنا برأيي ما كان في ضرورة نهائيا، لأن بالأصل كل شيء واضح ومبين. مو أنتوا اقترحتوا ورق الشدة؟ أنا عم بتبع الطريقة الأمريكية. سيدي المحروس ابنكم برا بده يشوفكم. شو بده هلا؟ سيدي ما بعرف، قال شغلة ضرورية. خليه يفوت. حاضر سيدي. تفضل. مرحبا. بابا عفوا بس في شغلة ضرورية بدي أحكيها معك. تفضل احكي لشوف، مالك شايفني مشغول؟ شغلة عائلية شوي. طيب، إذا عائلية ماشي الحال. لو سمحتوا. هات لشوف شو هالشغلة العائلية بقى. بابا أنتوا مع مين كنتوا عم تحققوا هلا؟ شي. أنت شو دخلك بهالقصة؟ هلا أنت بس قل لي. مع واحد اسمه أبو لما. طيب أنت بتعرف مين هذا أبو لما؟ لا والله ما بعرف. بعدين مين ما كان يكون، انا ما عندي كبير الا الجمال وصلاحياتي الممنوحه اللي بتسمح لي. بابا هذا موظف عنا وشركاته ومصانعه ومحلاته. قلنا شو عم تحكي؟ قلنا ايه بابا؟ قلنا شلون يعني؟ كيف هيك بابا؟ بتتذكر ال$50 مليون اللي طلبت مني طلعهم برات البلد قبل 3 سنين لما كنت انت مدير عام لي؟ ايه تذكرت. وقتها ما حبيت طلعهم برات البلد مشان الاقتصاد الوطني. ايه وشو عملت لكان؟ استثمرتهم هون بالبلد وجبت هالمعتر وحطيته بالواجهة وبدون ما يعرفني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لنتصل بالشباب قبل ما يعملوا له اللازم، لأنه اختلفت الأمور 180 درجة.